اهلا ومرحبا بكم معايا في قناة حكاية في المطبخ. اليوم جيت باش نعود لكم واحد القصة. المهم هي جريمة قتل، باقي ما تحكمش فيها، يعني نعطيها لكم، هي باقا في المحكمة باقي ما تحكمش فيها، ولكن القصة الصراحة كضر في الخاطر بزاف، وقلت نعاودها لكم ونشارك معكم لانه فيها الإفادة صراحة. وانا بغيت ندير الشلاضة هكايا في العشاء، وقلت ما فيها بس نتوانس انا وياكم ونعاود لكم هذه الجريمة هذه، واخا ما جاتش جريمة قتل مع شلاضة، ولكن هادشي اللي جا اليوم. المهم بالنسبة لشلاضة، راه هادي كندير فيها الخص، هاد الخص هكا كيجي منوع، فيه جوج ولا ثلاثة انواع الخص. كندير البصلة، كندير البيض مسلوق، وهاد مطيشة. المهم تندير هادي واللي كاين عندي، مطيشة صغيرة تشيري ولا العادية، وشوية الزيتون، وهاد الفرماج هاد البيض صافي. المهم هاد الشلاضة صراحة ممكن دير فيها اي حاجة. المهم نبدا معكم لانه باش القصة تجي مع شلاضة، لان شلاضة دغيا ساهلة، ماهلة دغيا كابتن، خاصك تجمع هادشي وصافي. المهم هادي واحد السيدة نقولو في الخمسينات، في الخمسينات، و مزوجة، راجلها خدام في نقولو في موظف داكشي نتاع المجاري تاع القواد وهادشي، والوظيفه ديالو ضعيفه والخلطه ديالو ضعيفه، يعني كي غير كيسلك مسكين وصافي، هو والعائله ديالو يعني تيقضيو باش ما عطى الله وصافي صافي. ايوا مسكين مع ديك الخدمه ديالو ديال القواد هكايا، مأطرة عليه على الصحه ديالو، وديما عنده مشاكل في الريه وفي الكبده ديالو، وداك الولاد اللي عندهم هاتي نقدو هادشي، لانه هادشي فيه كيف ما غادي نحطها كيف ما غتبقى، ما غاديش تحرك هاد الشلاضه. الولاد ديالهم كبار، يعني ماشي باقين صغيورين، يعني الدري راه هو الكبير عنده 29 عام، والبنات باقين في العشرينات، باقي ما مزوجينش، باقي يلا في الاول ديال العشرينات. المهم هادو ما عطاش نخليهم هكا ولا نقطعهم، المهم غادي نقطعهم. الراجل مع الخدمه ديالو اللي في القواد وهادشي، اثرت ليه بزاف على الصحه ديالو، ما الصحه ديالو على قدها، وملي ملي تصابت الكبده ديالو والريا دوز واحد الوقيته وفل الاجل ديالو مسكين. هادي باقا صغيره نخليها هكا، هادي حتى هي. المهم ملي مات الراجل عطاوهم تعويض للعائلة، عطاوها تعويض نقولو معطاش. المهم نقول لكم بالمصري، وراه راه حنا من كثرة المسلسلات والأفلام راه حنا كنعرفو كيفاش البيض هكايا. عطاهم قال لك 20,000 جنيه، يعني والو واحد، خصوصا دابا الجنيه ما كيسوى والو. المهم هذوك الفلوس المرا مسكيناش فكرت دير بيهم، عندها هذوك البنات فكرت على انها تشري ليهم داك الدهاز ديالهم، لانه في مصر نتوما عارفين كيشريو لي خاص العروسه تجيب هذوك الاجهزه الكهربائيه، تجيب الثلاجة، تجيب البوطة، تجيب ماكينة ديال الطحانة، المهم الأجهزة الكهربائية كلها على العروسة. وهي المرأة مسكينة ملي قال جاب الله هاد الفليسات لقى باش نجهز البنات، لأنه لا ما كان جهاز راه ما غاديش يتزوجوا البنات صافي. بدات تشري في الأجهزة الكهربائية، كتشري بشوية بشوية بشوية. المهم بقاو ملي نقولوا جهدي داكشي اللي قدرات عليه، بقاو شي فليسات خلاتهم. الدري اشنو دار؟ الدري من كثرة الزين ديالو تيجي تيقول لمو عطيني حقي في البرت ديال هذاك الفلوس اللي ديال با بغيتهم. هو ما شنو غرضو بهم؟ غرضو على انه يدي الفلوس ويمشي يشري بهم المخدرات. الدري كان عندهم بليب المخدرات، لا الحشيش لا الكوكايين لا، يعني السيد مبلي بقى كيجر من مول الفليسات بشويه بشويه،
في الاخر تتقول لي ما عنديش، ولا كيضربها ويضرب خواتاتو. المهم انا غادي نديرو، باش غادي نديرو ليها داكشي ديالها، غندير عندي قرعه هادي ديال الكوفيتير. كديري الزيت، الخل، البزار، الملحه، وشويه ديال الموطارد. هنا يعني علاش نديروه في القرعه ما كنديروش هنا، باش نخلطوه مزيان ونحطوه وندوزو على الشلاضه كامله ديالنا. المهم السيد هذاك الدري خارج لمو مسكينه من الجنب. الملحه، البزار، المهم الدري ملي كملوا الفلوس عند مو اش دار؟ اش ولا كيدير؟ ولا كيدوز وكيهز داكشي اللي شرات مو لخواتاتو، هذوك الاجهزه مثلا الروبو، ولا يهز لها شي ماكينه، شي طحانه، ولا شي اي حاجه من هذوك الاجهزه اللي شارياهم لمو هذا، ولا كيدوز لهم وكيهزهم وكيمشي باش يبيعهم باش يشري المخدرات. مو شافت هكاك ما لقات ما دير، وهي عيطات الخوات خوتها بجوج، عندها جوج خوت هاد المراه هادي، حتى هما في التقاده ديالها، حتى هما في الخمسينات نقول، عيطات لهم. هذا زيت العود، هذا الخل. شنو دارت المراه ملي جاو خوتها؟ قالت لهم ها اللي طاري وها اللي طاري، راه الدري صاط في الفلوس اللي كانوا بقاو ليا من هادشي ملي شريت للبنات الدهاز ديالهم، داكشي اللي قدرت عليه راه دا ليا الفلوس كاملهم، ودابا راه ولا كيدوز ليا لهادشي اللي شريت للبنات. عافاكم لما هزو هادشي كامل وديوه عندكم وخزنوه، باش ما يبقاش يلقى ما يسرق لخواتاتو يخليهم بلاش. فعلا يعني خوات خوتها قالوا ليها مرحبا ديو هادشي، يعني الا كان على قبل هكا ماشي مشكل. هزو كاع دوك الاجهزه هنا، الموطارد. بالنسبه للموطارد راه كيدير كل واحد على حسب الذوق ديالو. هادي كنشدو هكا صافي. خوت المراه داو داكشي كامل لديورهم خزنوه. الدري جا تيقلب في الدار، تيقلب في الدار ما لقى والو، بدا تيضرب تاني في مو خواتاتو، فينا هما هذاك الشيء اللي شريتو بفلوس با؟ ولا السيد با ياخذ كل شيء؟ ملي ما بغاوش يقولوا ليه من كثره الضرب وهذاك الشيء والو، ما بغاوش يقروا، الزوم هو يخرجهم الزنقه وهو يسد عليهم الباب، خلاهم في الزنقه. المراه مسكينه شافت التعيات، هزات التليفون ديالها ولا ديال بنتها ولا شوف، عيطت لواحد من خوتها قالت لي عافاك اجي هزنا، راه حنا في الزنقه مرميين، راه الدري ها اللي دار وها اللي دار. صافي هذاك الراجل ملي شاف، ملي سمع هكاك مشى عيط لخوه الاخر، وهما يجيو بجوجهم. قال لي شنو طرا؟ قالت لي ها انت راه شتي، راه جا بغيت يقلب على دوك الاجهزه وهادشي باش يهزهم باش يديهم بيعهم، اللي ما لقاهمش راه ضربنا وهادشي، وراه خرجنا للزنقه. قال لي كاع وصلت به الواقع حتى لهالدرجه، وهما يدخلوا ليه خوالو بجوج، دقوا عليه حل ليهم وما يدخلوا ليه. اه صافي بقاو كيضربوا فيه. قال لي انت وصلت بك كاع هاد الجهد هكا، يا وليتي تضرب امك وتضرب خواتاتك وما كاينش اللي حاكمك وما كاينش. سيد مبا وقشوف مرفوع، بقاو يضربوا فيه، هادي تصرفيقه، هادي بونيه، هادي صافي. هما يعيطوا لختهم، قال لها اجي هاد ولدك اللي ما بارش بك جي ضربيه تانتيا، واخا ضربيه باش يعرف بقيمتك ويسحب راسك ويسحب انه ما عندش اللي حامي عليك. صافي السيده قالت لهم لا صافي المسامحه. قال لها زيدي، واش هو ملي ضربك حشم؟ واش هو ملي خرجكم انت والبنات خرجكم الزنقه حشم؟ صافي وهي تبدا تضرب فيه، تطرش فيها هكا مسكينه، وهي كاع ما باغيه، لانه الام واخا ولدها ما عطاش يدير فيها، سبحان الله العظيم الله العظيم. المهم بقاو كيضربوا فيه، حتى جات واحد الوقيته هو الدري طاح. صافي هذا راه خاصنا نحركوه مزيان باش داكشي كلشي يولي منسجم، فهمتوا؟ باش ما يبقاش الخل وداك الزيت معزول على داكشي الاخر. صافي ملي الدري طاح
يسحبو واش يسخف هكايا ولا هكايا، ما هاد الشلاضة دابا ما كنحركوهاش، دابا الديكور باش الديكور يبقى هو، داكشي علاش الشلاضة هادي دايرة هكايا. ممكن دير فيها الطول، ممكن دير فيها اي حاجة عندك صراحة. انا غير بغيت نديرها غير هكا بالخضر وشوية البيض مع العشاء، تجي خفيفة ظريفة. ماشي نكمل لينا وتبان ليا بزاف صافي. المهم ملي جاو يقلبوه لقاوه ميت صافي، داو جاو البوليس، جاو هكا لقاو الطب الشرعي، على انه فعلا هذاك السيد كان بانج، وداك الدق فعلا نقولوا السبب ديال على انه ادى الموت. يعني باش هما يا دابا القضيه ملي غادي تحكموا فيها انه ماشي جريمه قتل عمد، يعني ما كانوش ناويين يقتلوه، هما كانوا كيضربوا فيه باش يأدبوه، ولكن داك الضرب ومع داك المخدرات اللي كان شارب ولا كامي ولا ما عرفتش داك ولا ما عرف، صافي اثر عليه. شوف جات شي دقه ماشي هي هذيك، الدم والامانه امانته. هما دابا قضيه ديال ان ضرب اودى الى القتل. وانا الصراحه انا واخا دابا باقي هاد الجريمه ما تحكمهاش، وحق الله انا كتبان ليا، انا بعدا تتبان ليا هذيك الام مسكينه مظلومه. واش ظلمات هي ولدها يضربها، ولدها تضرب فيها ويخرجها من الزنقه وياخذ الفلوس كاع اللي خلى دوك ديال التعويض اللي عطاتهم الدوله، لانه كان هو بحال نقولوا موظف ولكن في المجاري، جابو ياخذهم. وفي الاخر دابا ملي مات هي الام غادي تدخل الحبسيه، اكيد ما غاديش يكون شي حبس كتير، ماشي انه بيكون مؤبد ولا اعدام ولا، ولكن كاين شي سنين لا بدا ما غادي يدوزوهم. وهذوك البنات تا هما دابا ضاعوا، كيفاش غادي يكون مستقبلهم؟ شكون اللي باقي بغى يتزوج بيهم؟ لان عارف المجتمعات ديالنا كيفاش دايرين، تقول لها امك داخله الحبس، امك قاتل اخوك داخلات يعني كاع داك مونتيفات كلهم، خوالك تا هما داخلين الحبس، ضاع المستقبل ديال هاد العائله مسكينه كامله بسبب من؟ بسبب هاد الولد وبسبب المخدرات اللي كانت يتعاطاها. نوريكم هكا الشلاضة اللي درتها لكم، زوميت شي شويه باش تبان لكم مزيان. حقيقه اللوينات راه تعطيوتي شهيو. نتمنى ان تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم اللي بردت على قلبكم شويه، لان كلشي فيه برد. المهم شلاضة كتبقى شلاضة، وتكون عجبتكم الطريقه باش درت ليها داك الزيت وهذا الشيء ديالها. وما تنساوش انكم تابوناو معايا في القناه وديروا ليا لايك وكومونتير. شكرا لكم.